يعني دي من اكتر الاماكن المريحه للاعصاب بالنسبه لي، الغيطان والخضره والقعده والقعده فيها. بصوا ما شاء الله، حاجه تفتح النفس. السلام عليكم. بنات كده كلمتني، كان في بنت كذا تعليق ليها بتقول لي انا نفسي وحش في الاكل والموضوع ده مزعلها قوي، الاكل معاها بيطلع وحش. عايز اقول لك على حاجه بس عشان خاطر في حاجات الناس فاهمها غلط. موضوع النفس في الاكل ده، انت ممكن تكوني بتعملي الاكل بطريقه مش حلوه، او بتحطي المكونات بتاعتك، بتزودي بهارات او بتزودي حاجه تخلي الاكل معاكي مش مظبوط. انت عشان خاطر تعملي وصفه ناجحه وتعملي حاجه كويسه معاكي، لازم اول حاجه تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، وما تكتريش البهارات في الاكل. الاكل البهارات بتضيع طعم الاكل. شوفي وجربي دايما في كميات قليله، يعني اقل كميه عندك جربي فيها علشان لو باظت منك تبقى الخسائر مش كبيره. دي حاجه. تاني حاجه، مفيش حاجه اسمها سر المهنه او سر الخلطه، دي حاجه الناس بتقولها علشان تميز بيها نفسها. يعني ده مش عارفه فلان ايه بيعمل كفته حلوه قوي واقول عنده سر ما يقدرش يقول لحد. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. طب ما انا بعرف اعمل كفته، وده بيعرف يعمل كفته، وده بتاع كل واحد بيعملها بطريقه مختلفه، ممكن في الاخر تلاقي نفس الطعم، بتختلف في الطريقه، لكن مش حاجه اسمها سر. سر ازاي والناس كلها عارفاه؟ دي حاجه. في كمان حاجه تانيه عايزه اقول لكم عليها، يعني بجد يعني غيظاني انا بصفه عامه، موضوع ان البنات بتقول ان القناه، ان صاحبه القناه قفلت لي القناه. يا جماعه، ولا انا ولا اي حد في اليوتيوب عموما ولا اليوتيوب نفسه يقدر يقفل لك القناه بتاعتك الا اذا خلفت الشروط بتاخدي انذار 3 شهور، تقولي 3 شهور عليك انذار. مفيش حاجه اسمها قفلت لي القناه، مفيش الكلام ده اصلا. اي قناه بتعمل فيديو ان فلانه قفلت لي القناه بتاعتي، مفيش الكلام ده اصلا. ما تصدق، ما والله ما تصدقوا، كانت قناتي اتقفلت من زمان. كنت انا عرفت اقفل القنوات اللي سارقه فيديوهاتي ومنزله فيديوهات باسمها عندها. دي حاجه. قنوات بقى المبتدئه الصغيره اللي نفسها قنواتها تكبر، انا هقول لكم على حاجه بسيطه خالص، وانا هعملها لكم من عندي انا. انا عندي صفحه على الفيسبوك داخله على 500,000 متابع، تمام؟ الصفحه دي انا دايما كنت دايما انزل الفيديو في اليوتيوب واخد اللينك واحطه عندي على الفيسبوك على الصفحه وعلى الجروب، وعندي ورد جروب على الفيسبوك، تمام؟ انا بعوذ بالله قلت انا بعد كل فيديو كل يوم هنزل لينك من لينك القنوات المبتدئه اللي محتاجه بدعم في الفيسبوك، لسبب ان انتم محتاجين مشتركين بره الفيسبوك، بره اليوتيوب، عايزين ناس مش اصحاب قنوات، عايزين مشاهدات. بس عايزه اقول لكم على حاجه، الاول وفي الاخر دي حاجه بتاعت ربنا. انت ممكن تعملي وتكبري القناه وتعملي دعايه وتعملي ترويج وكل حاجه، بس ربنا مش كاتب لك رزق منها. دي حاجه بتاعت ربنا، ولا انا ولا غيري ولا اي حد في الدنيا يقدر يتدخل فيها. انا هدخل القناه اللي هتكتب تبقى محتاجه الدعم يوم فيديو واحد كل يوم، ماشي؟ وهبص في الفيديوهات بتاعتها الاول، لقيت فيديوهاتها كويسه وبتقدم محتوى كويس يستاهل ان انا لما اقول للناس ادخلوا شوفوه، ما بقاش بحرج نفسي. مش قناه عامله فيديو ولا اتنين ومحتوى القناه بتاعتها وحش. انا لما عملت دعم القنوات قبل كده قالوا ان احنا هنطبخ، لكن ما اعرفش ان هيبقى فيه هرج ومرج والكلام اللي بيحصل، تيجوا تلوموا عليا في الاخر. ده مش ذنبي يا جماعه. انا هنزل لكم عندي على الفيسبوك لينك واحد كل يوم لصفحه معينه، بس بعد اذنكم القناه اللي هنزل لها لينك هتيجي تطلب مني دعم تاني، انا هعمل لها بلوك من عندي. زي ما انت استفدتي سيبي غيرك يستفاد، وسيبي فرصه لغيرك ان هو يبقى ليه الحق ان هو ليه الدور، لان ما شاء الله القنوات عندنا كتير. وانا ما بديكوش فلوس من جيبي، يعني فلوس اليوتيوب دي مش من جيبي، انا زي زيكم هقبض زي زيكم، بقبض من اليوتيوب، وانتوا ليكم الفضل بجد ان انتوا بتتفرجوا، انا بقبض على المشاهدات. وطبعا فلوس القبض دي بدفع منها فلوس الوصفات اللي بجيبها، يعني انا معتبراها بالنسبه لي، انا اليوتيوب بالنسبه لي زي شركه شغاله فيها، زي عند الاجانب، في شغل في فلوس، ما فيش شغل ما فيش فلوس. سمعنا طبعا كلام كتير، لازم نتعب ونشقى ونشتغل على قناتنا عشان تكبر زي ما انا عملت. يعني الواحد لازم يتعب شويه يا جماعه، ماشي؟ وكل القنوات اللي موجوده لازم تبقى ليها صفحه على الفيسبوك علشان تنزل فيها اللينك مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين، وما تزهقش وما تيأس. ما تبقاش قناه فاتحه لسه بقالها شهر ومستعجله انها تقبض، مفيش الكلام ده يا حبيبتي.
لازم يبقى عندك صبر شويه عشان خاطر تقدري تقدمي محتوى كويس وتبقى الناس داخله عندك، وتبقى الناس مستنيه فيديوهاتك، ما تبقيش انتوا اللي داخله تطلبي الناس، لا انت لما تقدمي محتوى كويس ماشي مع شويه صبر من عندك الناس هتبقى قاعده كده على نار متشوقه انها تشوف فيديوهاتك. تمام، هو ده يا جماعه انا كنت عايزه لكم موضوع القنوات الصغيره اللي هي لسه مبتدئه، لان الصغير برده مصيره في يوم من الايام هيكبر ان شاء الله. لينك واحد كل يوم هنزله عندي على الفيسبوك، وبعد ما ادخل القناه الاول اشوفها. تمام، وعايزه اقول لكم على حاجه ثانيه، في تعليقات كثيره بتقول ان يعني انا بشوف تعليقات كثيره القناه دي مصدر رزقي وارجوكم ساعدوني انا مريضه انا، يا جماعه يعني ما تزعلوش مني في اللي انا هقوله، انا ما بصدقش الكلام ده ماشي. يعني انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا على اليوتيوب دلوقتي بقالي سنه وشويه، هل فيكم حد من اليوتيوب يعرف ان انا سعاد اختي مريضه؟ حد فيكم من اليوتيوب يعرف؟ ما حدش فيكم يعرف. انا سعاد اختي مريضه وبتتعالج، حد فيكم يعرف؟ مش ممكن كنت انا اخرج اتاجر انا وهي بمرضها ونشحت عليها زي بقيه الكومنتات ما بتعمل، بس احنا ما بنعملش كده ليه؟ عشان احنا بنعمل حاجه بمجهودنا. الناس اللي تعرفني من قبل ما افتح قناه اليوتيوب على الفيسبوك، انا كنت منزله السنه اللي فاتت فيديو وانا بتكلم في مستشفى، حتى وانا بتكلم صوت الاستقبال اتكلم بصوت عالي، كنت ماما ساعتها قالت لكم انا بنتي في المستشفى ماشي، اختي كل فتره بتحجز انها تعبانه عندها ميه وبيعملها بذل كل فتره. تمام ماشي، مش انا كان ممكن اطلع اقول على حاجه زي دي، بس لا، الشغل حاجه وان احنا نتكلم في حياتنا الشخصيه حاجه تانية. يعني معظم التعاقد اللي بشوفها بتفرحني ان انا مش مدخله ولا جوزي ولا حياتي ولا بيتنا ولا اختي ولا امي ولا اي حد في حياتنا الشخصيه، انا جبت كذا وجوزي عمل لي كذا، لا احنا من الاساس. هل لو انت شغاله في مصنع بتروحي تقعدي في المصنع تحكي لهم على بيتك؟ مفيش الكلام ده، كل بيت وليه حرمته، ما ينفعش ما ينفعش. كل قناه بتقدم محتوى لازم يكون محتوى هادف وبتقدم حاجه معينه. انا لما طلعت في بدايتي كنت بتكلم عن الطبخ، فاحنا كان كلامنا كله عن الطبخ، حتى لما جينا نتكلم في حاجه ثانيه اتكلمنا عليه، فاحنا لما اتكلمنا كل كلامنا عن المطبخ، تنظيف بوتاجاز، تنظيف شفاط، رص المطبخ، حاجات كلها جوه المطبخ. ما جتش مره فتحت لكم دلابي قلت لكم اتفرجوا على دلابي، ما جتش مره قلت لكم اتفرجوا على شقتي، حتى كذا بنت بعتها لي في التعليقات عشان تتفرج على شقتي، قلت لهم لا انا مش هفرج لك شقتي لحد. ناس بتقول لي خايفه على الحسد، خايفه حسد ايه يا حبيبتي؟ انا شقتي كلها 60 متر، خايفه على حسد ايه فيها؟ يعني انتوا بتتكلموا في ايه؟ دي حاجه، ثاني حاجه بنخرج نصور بره، نصور سوق خضار، نصور مطعم، الحاجات اللي هي العاديه اللي ممكن اي حد يشوفها واي حد يعملها. انا يا جماعه عايزه بس قبل ما اقفل معاكم اقول لكم ان شاء الله القنوات اللي انا اللي هي لسه مبتدئه اللي هتحط اللي هتنزل اسم القناه عندها في كل فيديو هنزله هاخد منه قناه واحده، هدخل القناه بتاعتها واشوفها الاول، لو محتواها كويس وهادف هنزله عندي على الفيسبوك ان شاء الله. يا جماعه اتمنى اكون فدتكم بحاجه. الكلمات بقى اللي بتقفل القنوات، علشان في كذا بنت قالت لي القنوات المحظوره اللي هي ممكن ده، يعني شفتي النهارده فيديو الواحده تقول انا مجرد ما دخلت قناه فلانه اشتراك عندي يا بنات ودعم قناتي اتقفلت، ده فلانه قفلتها لي. لا يا حبيبتي فلانه مش قفلتها لك، اللي قفلها لك الكلمات المحظوره اللي ممنوع تتقال في اليوتيوب وانت كتبتيها وقلتيها. الكلام ده انا ما بكذبش فيه، في كذا قناه هتدخل تعلق في الفيديو ده وانا عارفه ومتاكده ومستنياهم يعلقوا ان انا كلامي صح. انا ما بكذبش، انا مالي، انا مش مستفاده حاجه، ما انا ممكن اسكت واقول انا مالي، من اللي يقفل يقفل واللي يولع يقفل، انا مالي اقول انا مالي، انا هستفاد ايه؟ يعني انا مالي صح؟ لا انا اللي ما بقبلوش على نفسي مش هقبله على غيري، عشان خاطر لو زي ما انا جيت في يوم من الايام لقيت حد يقف جنبي يوريني القناه تشتغل ازاي واعمل ايه في اليوتيوب واشغل الادسنس ازاي واشغل اعلانات ازاي، زي ما انا لقيت اللي يدلني انا بدلكوا على الصح. تمام، وكل قناه يا جماعه بتخش تعمل صفحه على الفيسبوك وتنزل اللينكات في جروبات، عرفوا ناس بره اليوتيوب عشان خاطر يجيلكم مشاهدات غير مشتركين القنوات الثانيه. تمام، اتمنى اكون فدتكم، وان شاء الله استنوا بقى فيديوهات احسن واحسن ووصفات اكتر بامر الله. والمره الجايه اخر الشهر ان شاء الله ميعادنا هنصور في الغيط طبخه كبيره، استنوها. انا بحب دايما اصور الخضره مش عارفه ليه،